النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، أهلا بكم. أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله، أكد أنه تم توجيه لعناصر الرقابة التواجد على مدار الساعة في الأسواق، وأن المديرية منذ بداية الشهر كثفت من إجراءاتها المشددة لضبط الأسعار والأسواق في كل المحافظات. نصر الله أوضح عن تسجيل 1748 ضبطا في كل المحافظات، شملت 694 ضبط عين و1054 ضبطا عدليا، فيما بلغ عدد الإغلاقات 1074 إغلاقا لمحلات تجارية ومنشآت وفعالية مخالفة. كشف مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر أن جرعة الدعم الكبيرة التي قدمتها الحكومة لقطاع الدواجن مؤخرا والمتمثلة بمنح المؤسسة سلفة قدرها مليار ليرة سورية من شأنها تنفيذ الخطة الانتاجية لمنشأة دواجن طرطوس لتصبح بكامل طاقتها. وأوضح خضر أن سرعة التحرك الحكومي باتجاه دعم قطاع الدواجن ساهم وبشكل كبير في توفير مئات الملايين من الليرات السورية على الخزينة العامة للدولة، مبينا أن المرحلة الأولى من عملية توسيع وتحديث وتطوير المنشأة بلغت تكلفتها 386 مليون ليرة. وأشار إلى أن المؤسسة قامت بالإعلان وبشكل رسمي عن إعادة فتح باب التصدير من جديد باتجاه الأسواق العراقية بمعدل 3000 صندوق كمرحلة أولى. تفقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم صومعة ومركز شراء قبو العوامية في المحافظة، وذلك بهدف الاطلاع على عملية استلام محصول القمح من الفلاحين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. في إطار دعم الفلاحين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتسويق محصول الحبوب لديهم، تفقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، يرافقه مدير زراعة اللاذقية ومدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب باللاذقية صومعة ومركز شراء قبو العوامية، للاطلاع على استلام محصول القمح من الفلاحين. عملية تسويق الحبوب هذا العام بدأت فعليا في ب6/6 بمكانين، بصومعة قبو العوامية وأيضا بمطحنة الساحل. قبو العوامية دوقما، مطحنة الساحل مشول، حتى الآن بحدود 300 طن ما بين المكانين. عملية تسويق تسير بشكل سلس. الأخوة الفلاحين بأي آلية وبأي حجم يستطيعون تسويق محصولهم، سواء كان الأكياس من عندهم أو أكياس من المؤسسة. هذا العام موسم الحبوب على مستوى المحافظة كان موسم جيد. المساحة المزروعة، الخطة المقررة كانت 2650 هكتار، تم تنفيذ 2632 هكتار بنسبة تنفيذ حوالي 98%. المردودية هذا العام كانت جيدة، الإنتاج المتوقع 5400 طن على مستوى المحافظة. أمور تسير على ما يرام، وترتيب الاستلامات من الفلاحين نظامية، وكله بيشتغل، كل الموظفين التابعين عملهم على أكمل وجه، وما في أي قيام بأي ارتكابات خطأ أو أي ممارسات خطأ ولا ضايقوا الفلاحين. وموجودين الفلاحين، إذا في عنده أي واحد اعتراض أو أي شيء نحن مستعدين نعالج أي مشكلة بتعترضون. يذكر أنه تم تأمين جميع التسهيلات اللازمة لتسويق محصول القمح واستلامه من الفلاحين في محافظة اللاذقية، حيث سيتم صرف ثمنه خلال اليومين القادمين. قام محافظ الحسكة جايز الموسى بجولة تفقدية على مركز الثروة الحيوانية، رافقه المهندس عبيد علي مدير فرع القامشلي لمؤسسة الحبوب وعدد من المعنيين بغية الوقوف على واقع تسويق الحبوب وعمليات الشراء والاستلام والتخزين بالقامشلي، حيث اطلع المحافظ على واقع عملية الاستلام والتخزين، واستمع من العاملين بالمركز والمسوقين عن الصعوبات والمعوقات، ووجه بتسهيل كافة العمليات أمام المسوقين وعدم تأخير عملية صرف القيم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالعمل من السادسة صباحا حتى السادسة مساء. شاهدنا العمل جيد والاستقبال جيد، صرنا مستقبلين هلا بحدود 40 ألف طن
خلال الفترة، كل يوم عم تزيد نسبة السيارات ونسبة الناس المعتمدين واللي عم يقدموا أقماحهم وبشكل متفاني إلى الوطن، ولا حدا عم يقدم إلا القليل أقماحه إلى خارج. طبعا لحد الآن تم استلام ما يقارب 40,000 طن بمركزي الثروة الحيوانية وجرمز، وتم بيع الأكياس ما يقارب 1,720,000 كيس في مركز الثروة الحيوانية. طبعا صرف الفواتير تم تحويل ما يقارب 3 مليار ليرة سوري للمصارف، وعدنا طبعا تم قسم من الفواتير الآن موجودة بالمصارف للأخوة الفلاحين. مركز الثروة الحيوانية قام باستلام الأقماح من الأخوة المنتجين، ولتاريخ اليوم كان 12,339 طن، وباع كمية من الأكياس 1,720,000 طن للأكيس. الحكومة المصرية أكدت أنها وقعت اتفاقية بقيمة 575 مليون دولار مع شركة جنرال إلكتريك كي توفر الشركة 100 قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع. كذلك ستقدم جنرال إلكتريك في إطار الاتفاقية الدعم الفني اللازم وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارا على مدى 15 عاما وتدريب مهندسين مصريين. كشف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي طيب نايا عن اعتزام كوريا الجنوبية توظيف استثمارات بواقع 13 مليار دولار في إيران. وأوضح طيب نايا أن الاستثمارات الكورية تستهدف تمويل مشاريع في إيران، حيث تجري مفاوضات منذ فترة حول كيفية إبرام العقود التجارية وصياغة خطابات الضمان. ننتقل الآن وإياكم مشاهدينا إلى أسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السورية. حسب نشرة مصرف سوريا المركزي سوية، نلاحظ بأن الدولار الأمريكي بالنسبة للحوالات الشخصية ما زال عند مستوى 514 ليرة و85 قرشا سوريا، أما بالنسبة لشركة الصرافة فهو أيضا ما زال عند مستوى 517 ليرة و42 قرشا سوريا. اليورو بالنسبة للحوالات الشخصية عند مستوى 544 ليرة سورية، أما بالنسبة لشركة الصرافة فهو عند مستوى 579 ليرة و33 قرشا سوريا. ننتقل الآن وإياكم مشاهدين إلى أسعار الذهب. سوية، نلاحظ بأن أونصة الذهب عالميا وصلت إلى حدود 1254 دولار و24 سنت للأونصة الواحدة. أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية، إجرام الذهب عيار 21 ب 18600 ليرة سورية، إجرام الذهب عيار 18 هو بحدود 15827 ليرة سورية. أما الليرة الذهبية السورية عيار 21 أصبحت ب 154000 ليرة سورية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى قطاع النفط. سوية، نلاحظ بأن خام برنت وصل إلى حدود 47 دولار و37 سنت للبرميل الواحد. أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 44 دولار و47 سنت للبرميل الواحد. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار اقتصادية.